معكم محمد أوناصر، 27 سنة، ممثل، وهذا شرف لي نكون معكم إن شاء الله في هذا. وكنشكر قناة أشواقع على الاستضافة هذه. الأعمال اللي بديت دابا كنخدم فيهم تقريبا من 2016، تحت لي الفرصة مع المخرج عبد الرحيم السلفوني، خدمت معه في المواسم ديال برنامج مع الناس، كانوا كتكلم حلقات فيهم مشاهد، حلقات فيهم بطولة مشتركة. خديت واحد فورماسيون كبيرة من هذا البرنامج. كنشكر كاع الطاقم ديال برنامج مع الناس، وخصوصا عبد الرحيم السلفوني اللي عطانا، بالنسبة لي انا عطاني واحد الثقة. بالنسبة اول مرة كتعامل مع واحد المخرج وكتعامل معك بواحد طيبوبة وكيتيق فك وانت يلاه بادي، خلاني ما تكونش عندي واحد الخلعة قدام كاميرا ولا يكون ستريسي قدام كاميرا، يعني عرف كيفاش يديريجي الشباب. وكنشكرهم من هذا المنبر. من بعد كدرت واحد اشهار ديال اديداس، من بعد تحت لي الفرصة مع سعيد ناصري في لوبوي، وصراحة كانت واحد تجربة مهمة عندي في حياتي، لأن الخدمة تخدم مع فاطمة خير ونعيم إلياس وسعيد ناصري ما بسهلاش، عطتني واحد ثقة في راسي بزاف. ودابا الحمد لله دابا أنا كنشتغل في عد مشاركة في مسلسل قضية العمر للمخرج مراد الخوضي، وكنت من إن شاء الله مع الفرص من هنا لقدام إن شاء الله تحلية فرص إن شاء الله في كتر مع مخرجين جداد إن شاء الله، ولما لا مع نفس المخرجين دابا اللي خدمت معهم. كان سبب كنت كندوز واحد البيريود كان عندي فيها شوية المشاكل وداك الشيء، كنت كنقرا في السونتر، اقترحت علي واحد الزميلة ديالي في السونتر باش نجي عندهم نحضر المسرح وداك الشيء. صافي دخلت المسرح عجبني داك الشيء، والعجيب في الأمر هو قبل ما ندخل المسرح، قبل هذا الشيء قسما بالله لا كنت كنكون غادي قرا في ايام السينكيام باك، كنت غادي وكندير مزيكا في ودنيه وغادي، وكنتخيل راسي نمثل شي فيلم، كندير قصص في راسي وكنتخيل راسي كنمثل. وصافي دخلت المسرح باش كنقرا المسرح، تحت لي الفرصه من المسرح هي فين بديت في برنامج مع الناس، وبديت خدام بشويه بشويه. دابا انا باقي في بدايه الطريق ديالي. العراقيل كاينه بين قوسين غادي تفهمها باك صاحبي، كاينين اللي كيخدموا المصداقيه ديالهم، كاين اللي كاستينغ كتمشي دوزو وكتفاليديه كيعيطوا لك شي عمل، كاين اللي ما كيعيطوش لك. كاين اللي كتمشي كتلقى واحد مثلا تلعب دوسي كاستينغ باش تلعب، كتلقى واحد باك صاحبي باش تلعب، ولكن هذا ماشي يخلي بنادم يستسلم. واخا كاين باك صاحبي بنادم يربط علاقات مع الناس، يتواصل مع الناس باش هو تكون عنده واحد المعرفه، ولكن هذا الشيء ماشي هو الاهم. الاهم هو تاخذ لاباس، تقرا المسرح، تستافد من الفنانين، تقرا على المسرح، تقرا على السينما باش يكون عندك واحد الباجاج، باش الا تحطيتي في شي عمل تماركي البيت ديالك، ماشي غير تدوز غير تبغي تبان في التلفازه. انا اللي كنتمنى كل شيء يخدم بمصداقية وكل شيء يخدم بالمعقول. ودابا ملي كتدخل اليوتيوب كثرت واحد الظاهرة بزاف، فلان كيكلاشي فلان، فلان يكلاشي فلان، كتدخل الأعمال المغربية، عمل مغربي زوين ورائع، ولكن ولات واحد الظاهرة ديال كلاشينين كلاشي كلاشيني، علاش حنا ما نتجمعوش ونخدموا ايد واحدة ونتعاونوا مع بعضياتنا؟ شوف الميريكان فين وصلوا، شوف الهنود الهنود فين وصلوا، شوف المصريين، علاش حنا نبقاو نكلاشيو بعضياتنا؟ علاش ما نتعاونوش كاملين ونخدموا كاملين؟ كل يتحط في الدور ديالو، كل في البوز ديالو، كل في الخدمه ديالو، كل فاش كيتقن. واللي ضعيف ما نقمعوش وما نجريوش عليه، نديروا ليه فورماسيون، نوجهوه. كنصح الشباب وكنصح راسي من انا، نقراو المسرح، قرا بنادم ياخذ لا ميداي ويزيد، ما يبقاش غير محدود في بلاصه واحده. هذه رسالتي انا. هاد الاعمال اللي دازت في رمضان ولا اللي دازت قبل، نقول صراحه ماشي غادا مدن كلاشي. لو كان المشاهد يشوف الممثلين المعاناة اللي كيعانيو في التورناج، والمعاناة ديال المخرج، والمعاناة ديال اللي كاميرامان، والله ما يقدر ينتقد شي عمل. ملي كتشوف مشهد شحال كيتعذبوا فيه، مشهد واحد ممثلين كيتعذبوا، مخرج، الناس ديال الديكور، كل شيء، الطاقم التقني كامل كيتعذبوا، وكيجي واحد يقدر انا متفق مع بنادم يقدر ما يعجبوش هذا ويقدر ما يعجبوش هذا، ولكن راه كاين واحد المعاناه باش بنادم ما كيشعل التلفازه وكيشوف فيلم فيه ساعه ساعه ونص ساعتين،
ولكن ربما شقات الانفس. راه كتلقى الفيلم اللي غادي في شهر كتلقى المسلسل اللي غادي في شهرين ثلاث شهور، كتلقى بنادم كيصور وفيه الجوع وكاين اللي ما واكلش وكاين اللي معصاب وكاين اللي مسكين مريض وما قادرش يمنك وكيكمل، يعني راه كاين واحد المعاناه كبيره صراحه. كاينين شي مخرجين كيعجبوني الاعمال ديالهم، تمنيت نشتغل معهم بزاف، بحال ابراهيم شكيري، بحال عبد الرحيم ماجد، بحال التجربه مع سعيد نصيري، شي تجربه جديده ان شاء الله علاش لا. وواحد القضيه كتلاحظ حتى في لوبوي، طريقه باش مشيت انا لعبت في لوبوي، غادي نصوب غير التليفون ديالي ويقول لي واحد الدري صاحبي قال لي شوف الفيديو اللي دار في اليوتيوب سعيد نصيري علاش ما تخدمش معاه، علاش ملي مشيت كنلقى النصيري دار واحد الفيديو كيهضر فيه بانه غيتلاقاو في دار الشباب ديال سيدي معروف. مشيت عطيت السي في ديالي، عزل الناس وعيط لينا، يعني ما لقيتش واحد الصعوبه ديال باك صاحبي، يعني تواصل مع كلشي، كلشي كيتواصل معاهم، اللي عطاه اللي كاينه فرصه عطاه فرصه، واللي ما خداش فرصه واعدو باش تكون شي فرصه، حيت ما تقدرش مثلا لوبوي حيت جاو تقريبا شي 300 ديال 300 واحد حتى 400 واحد، يعني صعيب تلعبهم في هذه السلسله هذه. خدا ناس تقريبا راه لعبوا مع شباب بزاف، غير من تما جاو كاين اللي دفع السيفيات ديالو، كاين اللي عمر شي ورقاك، يعني ما لقيتش واحد الصعوبه. وسعيد نصير ما كنتش كنعرفو من قبل، كنعرفو كفنان كنتفرج فيه، ملي مشيت ما لقيتش مشكل، مشيت استقبلنا كاملين خدمنا معاه. كاينين بزاف، كاينين شباب دخلوا لهذا الميدان بدون خبره، نصيحتي ليهم يمشيو يقراو المسرح ويطوروا راسهم ولا غيوليو واحد الوقت منسيين، حيت ما يمكنش واحد غير داخل وغادي يلعب لك بطوله فيلم، يقدر يلعبها لك دابا الله يقدر يلعبها، ولكن يقدر هو هذاك البيرسوناج كيتقنو، ولكن تعطيه بيرسوناج اخر ما غاديش يلعب غادي يتحرك. ولكن ديما الشباب ديما كلشي، انا بالنسبه لي انا تكون عندي 50 عام 60 عام ديما نبقى نقرا، من حد الروح كاينه في الجسد ديما نبقى نتعلم. كلمه اخيره للجمهور ديالي، ان شاء الله من هنا للقدام الى سهل الله غادي يكونوا ان شاء الله اعمال ومع المده ان شاء الله. وكنشكر هاد القناه ديال اشواقع اللي صراحه فيما كيكونوا ديما سباقين للخبر وكيدقوا البيبان، يعني ما كيخدموش باك صاحبي بكل صراحه. وان شاء الله من هنا للقدام يكون خير ان شاء الله، ونتمنى نكون في اعمال رمضانيه. مهم انا غندير جهدي وغادي نتقاتل باي طريقه وحتى نطور النيفو ديالي، وخا نوصل لاي نيفو ان شاء الله غادي نبقى ديما انا يبان لي راسي ضعيف، ونتمنى من القدام ان شاء الله يكون خير. شكرا بزاف. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة،
المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. We'll be right back.